كبيره في اداره الازمات. حتى كمان يا استاذ امير انا كنت اتمنى الدكتور اشرف صبحي ان الجلسه دي تتعمل من بعد الازمه. كانت في تاخر جدا في كل ما يكون في تاخر يعني لحد الان انا مكلم مثلا حكم مباراه ما سافرش لسه لحد الان موجود في الفندق. طب ليه؟ طب ما احنا كان الازمه موجوده عندنا بقى لها اربع خمس ايام حتى يبقى في مساحه. يعني انت حتى تتكلم يبقى في مساحه. ولكن الازمه اللي احنا بنتاخر حتى في العلاج. احنا دلوقتي عندنا مشكله اداريه في اللي احنا ندير الازمات وعندنا مشكله في حلها. طب ليه الدكتور اشرف؟ ما انت عارف ان الازمه دي كانت موجوده من فتره. كنا نتدخل من بدري نقدر نحل نقدر نجي يبقى حتى الامور كانت تسمح. دلوقتي مجلس اداره الاهلي حتى ما اعلنوا اسماء الحكام اتحاد الكوره يعني حط طاقم التحكيم مباراه الاهلي والجونه ولكن في مشكله مع النادي الاهلي. هي دي المشكله ولكن في مشكله مع النادي الاهلي. يعني هم بصراحه ودي كانت عنده مع النادي الاهلي. يعني انتوا كمان يعني في ازمه وكمان حددتوا الحكام وحطيتوا الحكام بتوع مباراه الاهلي والجونه واحنا عندنا ازمه والازمه ما كانتش طيب موجوده. بص بقى عشان انا ما بعرفش اتكلم غير بصلاح. ما بعرفش الموضوع كده واضح ان احنا مقبلين على ازمه جديده. انا ده حقيقي ده حقيقي شكل كده هيبقى في ازمه جديده. بيان النادي الاهلي معروف. النادي الاهلي عايز ايه؟ عايز يلعب اول مباراه مع الزمالك. مش موضوع عند موضوع ترتيب. الاهلي متمسك بكده. اتحاد الكره خرج بطريقه غريبه، بيان غريب. انا بالنسبه لي بيان كويس لحد الجمله اللي هي قبل الاخيره. يعني لحد قال لك ايه؟ على ان تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقه. كلنا موافقين على كده. يعني المفروض ان معنى كده ان اول مباراه للنادي الاهلي مع نادي الزمالك بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه اللي هي بتاعت المنتخب الاولمبي. تمام؟ لكن جه قال لك ايه؟ فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك بمجرد تعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. طب ما هو التعليمات الامنيه دي هل الامن من دلوقتي قال لك ما تلعبش مباراه الاهلي والزمالك غير مع نهايه الدور الاول؟ يعني انت خلاص تواصلت مع الامن وقلت له انا عايز العب مباراه الاهلي والزمالك بعد افريقيا وهو قال لك لا من دلوقتي؟ معقول؟ يعني احنا مش عارفين الظروف اللي هتبقى اصلا ايه بعد شهر وانت بتاخد قرار امني من دلوقتي؟ انا مش بتكلم على الامن بقى، انا بتكلم هل تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع الجهات الأمنية بخصوص إن هيبقى في مباراة مباشرة بعد بطولة الأمم الأفريقية ولا لأ؟ وبناء عليه لو هو تواصل هل الأمن فعلا بلغه إن المباراة تبقى آخر مباراة في الدور الأول؟ طب أنت أصلا عملت قرعة غير موجهة ليه من البداية؟ ما كنت تخلي بقى مباراة الأهلي والزمالك مع آخر كل دور، طب النية عندك كده وما كنت عمال تتباهى بالجزئية دي ليه؟ واضح إن الأزمة مستمرة، واضح إن لسه مفيش علاج، أنت بس بتدي مسكن، المسكن بيتمثل في إيه؟ إن أنا أجلت ماتش الأهلي والجونة، خلاص، بس في نفس الوقت الأزمة واضح إن هي قائمة. احنا موافقين موافقين. انا مش بتكلم بلسان النادي الاهلي طبعا، مجلس الاداره هو اللي يقدر يتكلم وهو اللي يقدر يرد، بس هو انا بحاول افسر بحاول احلل مع الاستاذ رامي رجب بخصوص هذا البيان الصادر من الاتحاد المصري لكره القدم. انت الواضح ان انت عايز تعند، الواضح ان انت عايز تختلق مشكله جديده، الواضح ان انت عايز تفرض رايك على النادي الاهلي. الموضوع برضو تاني وتالت وعاشر، الموضوع مش فرد قوه او مش كل واحد يشوف مين الاقوى. الموضوع ان انت لازم تحترم مسابقتك، تحترم الجدول بتاعك كاتحاد كوره انت اللي طلعته كلجنه مسابقات تمشي بيه، مش عند مع النادي الاهلي. احترم المسابقه. حاجه غريبه جدا يا استاذ رامي في الحقيقه. هو يعني انت خلاص انت اجلت فخلاص بقى. يعني هي المشكله كانت في الحته دي كنت هخلصها يا راجل. قول حتى ايه ماتش مباراه الاهلي والزمالك او ما تقولش يعني ما تكتبش السطر ده ويبقى بالزبط. وبعدين انت الامن اصلا دلوقتي انت بتفاوض بالامن دلوقتي عشان تلعب مباراه الاهلي مش فاهم يعني مباراه بعد شهر ولا اكتر. ماتش الاهلي والزمالك اللي فات اتاجل قبلها بثلاث اربع ايام يعني ولا يعني الساعه 12 بالليل تاجيل مباراه الاهلي والزمالك من الامن. فالامن اصلا بيبقى حتى عشان ياخد بيصدر قرار بيصدر قرار قبل يعني وقتها قبلها بثلاث اربع ايام خمس ايام هو شايف الظروف الامنيه. هو تأكيداً انما من دلوقتي هيقول له لا ما تلعبش الا البيان ده. انا بصراحه انا شايف كده البيان ده تاكيدا. انا اتمنى ان احنا الكلام اللي احنا قلناه امبارح نكون احنا فاهمينه غلط. يا رب نكون احنا فاهمين غلط بس يعني الكلام واضح يعني. يعني هو حتى حدد يعني هو المشكله ان هو حدد فيما تقام يعني فاهمني مع ختام مباراه الاهلي والزمالك في ختام الدور الاول ده حدد يعني. فهو انا هو حاول يخرج بشكل كويس يا استاذ امير. هو اتحاد الكره بياكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه احنا على مدار اليومين اللي فاتوا كنا بنتكلم في اتحاد الكره بيختلق ازمات يا استاذ رامي. هي دي ازمه دي ازمه واضح ان هو اللي مستمر في ده. دي ازمه. انا حاجه غريبه بالنسبه لي ان في ناس او اتحاد مش عايز يحافظ على المسابقه بتاعته لا انا عارف او مش عايز يحترم الجدول ما بين اعضاء اللجنه القانونيه والدكتور اشرف صبحي اللي انا وفقا للجنه الخماسيه في اعضاء من اللجنه المؤقته داخلين مع ازمه مع الدكتور اشرف صبحي كمان في ازمات معاه. ليه بقى؟ في ازمات بقى يعني ازمات الواحد مش عاوز يعني انا ولكن في ازمات داخليه ما بينهم مع بعض اعضاء اللجنه المؤقته وكانوا رافضين تماما تاجيل المباراه
وكانوا لحد الوقت الساعات المتاخره الامس رافضين لحد النهارده رافضين ولا مكلم حد من اعضاء. قال لك احنا مباراه الاهلي وجونا في ميعادها حتى الان تمام. ده الساعه كام؟ لحد الساعه 5 كده كانوا او 4 كمان مكلم حد. والدكتور وكمان عندي معلومه كمان ان كان المفروض النهارده الدكتور اشرف صبحي الاستاذ عمرو الجنايني هيحضر يعني هيصل القاهره النهارده الساعه 11:30 بالليل. كان في جلسه هتجمعه مع الدكتور اشرف صبحي الساعه 1 بالليل، ولكن انت عارف يمكن ربما الامور تغيرت. انت عارف ان الماتش بكره وفي طاقم تحكيم مش عارف هيروح ولا مش هيروح. في نادي الجونه المفروض بتبلغه من قبلها طبعا عشان تقول له المباراه اتلغت او ما اتلغتش، مش هينفع تيجي تقول له في نفس اليوم المباراه. فطبعا اصدروا هذا البيان على اساس ان هم يظهروا بشكل مظهر كويس، ان الدكتور اشرف صبحي قال لهم لا يا جماعه ناجل المباراه حرصا على المصلحه العامه، فوافقوا. بس ولكن في نفس الوقت العند عند من اتحاد الكوره او عند قدام النادي الاهلي تمام، عشان يظهر بمظهر قدام الراي العام ان هو صاحب قوه وان هو المسؤول الاول والاخير عن اداره المسابقه، ومفيش نادي يقدر يفرض سيطرته. مفيش مشكله، ما انت فعلا انت صاحب القرار الاول والاخير. بس ولكن بقول لك يا استاذ روح، هي الازمه موجوده ماشي، بس هو موضوع ملوش علاقه بان حد عايز يفرض رايه. ما هو موضوع ان في ناس عايزه تحترم المسابقه وناس مش عايزه تحترم. يا استاذ امير هو خدها بالطريقه دي، وعشان كده قال لك انا في الاول خلاص اجلت مباراه الاهلي والجونه وحليت المشكله بحل مؤقت، ولكن انا في الاول وفي الاخر مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول. همشي اللي في دماغي اللي هو عكس قراري من اول المسابقه. همشي ترتيب كل الماتشات كل ترتيب الماتشات زي ما هي ما عدا مباراه الاهلي والزمالك هيلعبها مع نهايه طيب الدور الاول. طيب يا جماعه عشان نوضح موجودة. بس الامور نوضح الامور، لو احنا فاهمين القصه كده ان هم بيقولوا ان الاهلي هيلعب بشكل طبيعي، بس هتبقى مباراه الاهلي والزمالك بعد امم افريقيا مش مباشره، هتبقى مع نهايه الدور الاول. لو احنا فاهمين كده صح في اللحظه دي في انتظار اي توضيح، فاذا احنا في استمرار لهذه الازمه، مفيش اي حل حصل للازمه دي. انت بس كاتحاد كوره بتدي نفسك فرصه، بتدي نفسك مزيد من الوقت عشان تقدر تعالج عشان تقدر تحل، بس الواضح ان انت برضو ما عندكش النيه للحل. بدليل اخر جمله دي، انت بتستنجد بالجهات الامنيه من دلوقتي، فده هيخلينا نتساءل تساؤلات كتيره جدا. ده هياكد لينا الافكار والاعتقادات والتاكيدات اللي كانت واصله لنا ان اتحاد الكوره هو اللي رغب في تاجيل مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه. كواليس ايه في الموضوع ده؟ قول لي، هل كان فعلا اتحاد الكوره عايز ياجل المباراه؟ المباراة اللي هي المفروض كانت يوم السبت اللي فات، مباراة الاهلي والزمالك لا لا لا، القرار جاي من الامن يعني، بس يعني ممكن يكون حد تواصل يعني هو حد في اتكلم. هو في المعلومه ان في وصلت معلومات ان في حد تواصل مع الامن ان هو ياجل المباراه، ولكن اتحاد الكوره برضو بعيد عن اي حاجه يا استاذ امين. انا بتكلم على حد من اتحاد الكوره مش لا 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 لا, لا, لا اتحاد الكوره خلي بالك في الاول وفي الاخر هو المفروض ان هو بينظم المسابقه وفي انتظام للمسابقه. عشان تاجل مباراه او مباراتين في الدوري يا استاذ امير بتعمل لك ازمه كبيره جدا، ان انت عشان تجي يعني تشوف حل او تشوف مكان مناسب ان انت تحط فيه هذه المباراه.